لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. ليس انت واحد كاين عسكري قبل هرب للخارج وبدو كذا وكذا وخلاص، انا كنت في الدرك الوطني او كنت في البوليس او كنت في الحمايه المدنيه او كنت في العسكر او كنت في الامن وامن، ويبدا منشو وانا نعرف الاسرار ونعرف كذا وكذا وكذا. وهذا وين بعد هي تعرف الاسرار وتعرف؟ هل هذا معناه انه على الجزائريين يتبعوك؟ على الجزائريين يتبعوك؟ ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ حابين بالجزائر تروح الهاوية؟ الجزائر اقتصادها مدمر، دمرته العصابة، هلكاته، الوضع الاجتماعي منهار، الوضع الأخلاقي منهار بمعنى الكلمة، الجرائم بلغت درجة لا يمكن وصفها. وتريد أن الدولة أن تسلم، ولا الأجهزة الأمنية أن تسلم الدولة إلى مجموعة من الناس واقفين في الشارع. خلاص أنت واقف في الشارع تستطيع تجمل لي 1000 شخص، معناها خلاص عندك المشروعية وعندك الدولة. لا يا ابن الحلال، بيني وبينك صناديق الاقتراع، بيني وبينك صناديق الاقتراع، بيني وبينك المنافسة وفق برامج. أما أنت اللي قاعد لي في الخارج، صح قاعد في الخارج، ساهم بكلمة طيبة، ساهم بكلمة تنفع الجزائريين، ولكن أنك قاعد لك في الخارج في أمان، عندك 20 شركة، شركة عندك أموال، اليوتيوب نتاعك يضخ عليك الأموال، الفيسبوك، المواقع الانترنت تضخ عليك المال، تبرعات تأتيك من كل جانب، جهات معينة تمونك، وأنت عايش في أمان وتقضي في إجازاتك على البحار والمحيطات، وهو حقك طبعا لا أنكر هذا، ولكن أنكر عليك عندما تمشي هكذا وتحاضر على الناس وتريد أن تدفعهم إلى الهوى. نعرف شخص عايش في لندن كانت عنده محلات تجارية ما يخدمش الجزائريين، والله العظيم ما خدم جزائري، يخدم في الناس الأفارقة اللي ما عندهمش لي بابي حتى ما يعرفوش أسراره المالية، ويوميا يتباكى على الجزائريين. نعرف واحد موجود هنا، موجود هنا يبتز الناس، يحصل على ملفات يبتزهم ويلتقي معهم حتى في الحدود، يعطوله الفلوس ويشتري في السيارات ويشتري في العقارات ويشتري كذا وكذا ويتبحبح ويتبحبح، ويوميا هو يسب في الفساد. والله الذي لا إله إلا هو، أي واحد فاسد أخلاقيا وفاسد اجتماعيا لا يؤتى منه الخير أبدا وإن ادعى ما ادعى. ناس تبتز في البنات، تبتز في أعراض الناس وتعبث بأعراض الناس، وهذا تريد أن تسمع به التغيير، ويستغلي في غوغاء صنعتهم المدرسة البوتفليقية 20 سنة، والمنظومة التربوية مدمرة، خرجتنا جيل مدمر، هذا الجيل يعد بالعشرات الآلاف من الفاسدين والمنحطين أخلاقيا والمتخلفين عقليا. هذه الحقيقة، يجتمعوا لهؤلاء يفرضوا علي أن تسير الدولة كما يريد. لا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. التغيير يقوده أهل التغيير، أهل العلم، أهل الفكر، أهل السياسة. إذا كان عشنا مرحلة معينة، يجي واحد يقول لي هؤلاء نخب، وأنا واش نخب؟ أنت راك تصارع في نظام متجذر، نظام صعيب، النظام الجزائري أصعب مما يمكن تتخيله. إذا كانت الناس اللي كانت تعارض من الخارج شكون؟ راحوا لسانتيجيدي، وشكون اللي فيها؟ أحمد بن بلة، أيت أحمد، عبد الحميد اللي كانوا عبد الحميد ماري، وغيره وغيره، محفوظ نحناع، ناس كانت عندها في قلب سياسي وما استطاعوش يأثروا في النظام، وفي عز الظروف كانت الدماء وكانت انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، كانت السجون تعذب فيها الناس حتى الموت ولم يؤثروا في النظام. تجي الآن بشوية شوية ناس منحطين، والله فيهم اللي منحطين أخلاقيا، وفيهم اللي جهلة، وفيهم اللي الله غالب عليهم، فيهم كل اللي تريد أن تأثر على نظام حتى انتهاكات حقوق الإنسان ما عندوش، ويجي يدير لك مسرحيات والبوليسية راهم داو مساوينه، ونفس العبث اللي عملوه في دول أخرى على أساس انتهاك الأعراض، لأنهم يريدون إثارة الشارع، يدركوا أن الجزائري لديه غيرة على العرض، ويقولوا له راهم في غيرة على العرض. إذن الجزائري، أيها الجزائري، تستطيع بهذه الطريقة أنك تتم إثارتك. أعطيني هذه المعارضة، أتحدى من هذا الموقع، أتحدى هذو اللي يتعارضوا في النظام في الخارج، أتحداهم جميعا أن يلتقوا على مائدة واحدة ويقدموا رؤية ناضجة ويناقشوها
إذا ما تعاركوش فيما بيناتهم وخرجوا، أتحدى والله نقولها لك، لا يلتقوا على قهوة، لا يلتقوا على مقهى، هل اللي ما يقدروش يتلاقوا مع بعضهم على وجهة نظر معينة رغم الخلافات التي بينهم، معليش كان خلافات طبيعي، هل يستطيعوا أن يلتقوا على مائدة واحدة ويحطوا خطة استراتيجية لإخراج الجزائر من الأزمة؟ نتحداهم إذا كان داروها، لأنها عندهم أهواء أخرى. أنا عندما نقول لك أيها الجزائري تخندق وأجد حل واختار رجال، عندك بينك في الجزائر رجال بمعنى الكلمة، والله رجال بمعنى الكلمة يمكن أن تختارهم، تختارهم ويؤدوا ما عليهم، عندك نخب في الجامعات وفي الإدارات، والله ما تحتاج إلى هذه الوجوه أصلا، عندك نخب حقيقية في داخل الجزائر، لو تتخندق وتتهيكل في أطر معينة توصلها للبرلمان وتوصلها من مجلس الأمة وتعطي لهم يفرضوا أنفسهم كقوة في المجالس الولائية وفي المجالس البلدية، التغيير فقط مش لازم تديه الوزارة برك، لو كدير واحد صالح في بلدية أنت درت شيء كبير، التغيير هكذا يبدأ، التغيير هكذا يبدأ. لذلك نقول لك يا أخواني أنت راك أمام نظام ما هوش سهل، ولكن هذا النظام اللي ما هوش سهل إذا كان في فترة معينة عندما كان ينتهك في الحقوق وفي ظل عصابة مجرمة في ظل أجهزة كان مسيطر عليها ضباط فرنسا داروا رجلهم وما قدر حتى المجتمع الدولي أثر فيهم، جي الآن وهم متفاهمين ويقول لك نريد التغيير وما كانش انتهاكات وما كانش تعذيب وما كانش قتل وما كان حتى شيء، لم يطلقوا رصاصة واحدة على المظاهرين، تريد ويقول لك أرواح للانتخابات ونروحوا للانتخابات، وجي الآن تقول لي راح نأثر فيه. فقل لا، تقل لا أيها الناس، وهذا خطابي أولا للجزائريين، لا تستمعوا أرجوكم، أنا شخصيا إذا شفتوني نحرض فيكم وقرأت تحريض كلامي تحريض ما تستمعوا ليش، لأنني إذا قلتكم ديتكم للهاوية أنا راني بعيد عليها، راني في أمان، أسرتي في أمان، رغم أنه أنا أعطيتها لكم مثال فقط، وأنا نشوف الجزائريين كل أهلي وعندي أقاربي وعندي أهلي وكل الجزائريين، ولكن إذا شفتني نحرض فيك وشفتني ندزك على راسك ما تسمع ليش، والله إذا سمعت لي ما فيك رائحة الرجولة، أنا أقولها لك إذا كنت رجل وما فيك رائحة المروءة إن كنت امرأة. خلينا نتكلم، بعض واحد يقول لي حاضر علينا وكذا، ما جيت هنا باش نحاضر عليك، جيت هنا نكلمك كجزائري يتحدث مع جزائريين، لما نشوف هذا العبث هذا كل شيء حبيت نتحدث لكم كجزائريين، خلونا من هذا. واحد يجي يقول لي انت فقط ترك ضد المعارضه، انك تطلب في ود السلطه، واحد يقول لي راهي اجنده اماراتيه، واحد يقول لي اجنده سعوديه، يا ابني انا ندبر عليك ننصح فيك وروح هز بيها وروح تبع سيدي اللي ما عندوش اجنده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.